أيها المواطنون هنا يا أخي المواطن. الاوضاع يعني تحسنت انا والبنك صحنا الا الرواتب بس اللي معركه الحنا رواتب ما ضعيفين الا بالرواتب بس بالنسبه للحركه الماديه وهذا والله حرام والله السوق تعبان والامل ما زي اول يعني والمبيعات اكثر السنة أقل من كل سنة كل سنة تجي هذا خاص يعيش الناس في محافظة الحديدة أوضاع مأساوية في شهر رمضان المبارك حيث أقبل شهر رمضان الناس بدون رواتب بدون كهرباء الماء أيضا على وشك الانقطاع